بعد موافقة تسليم قيادات ميليشيا الوحدات الكردية المناطق التي تسيطر عليها في محافظة الحسكة للنظام بدون شروط مسبقة، بات الكثير من الأهالي يشعرون بالخطر من خلال فكرة عودة القبضة الأمنية والعسكرية لميليشيا أسد الطائفية. فترات كثيرة الماضية أنه هناك توافق ما بين الإدارة الذاتية وما بين النظام على تسليم المناطق للنظام السوري، فأنا برأيي أنه درجة أنه مثل ما بيقولوا أنه ما في دخان بلا نار، حقيقة أنه بعتقد أنه النظام أو الإدارة الذاتية منا صادقة بالحفاظ على المكتسبات اللي صارت بالشمال السوري، فأنا برأيي أنه هناك تسليم وهناك وعود بتسليم للمناطق هي للنظام السوري. ما زاد مخاوف الأهالي في القامشلي وباقية بلدات محافظة الحسكة جاء بعد قرار ميليشيا الوحدات الكردية إزالة كافة الصور والشعارات في المدينة ومن المرافق العامة، وأيضا تغيير الأسايش لاسمه وشعاره إلى قوى الأمن الداخلي. خوفي من نظام، أنا كمواطن من مدينة قامشلو، إذا رجع نظام إلى مناطقنا في شباب مطلوبين للخدمة الإلزامية أو احتياط، كمان في نشطاء سياسيين أو مدنيين، بيكون في مصير لألون. شو المصير اللي راح يصطدم فيها المناطق في شمال سوريا؟ عودة سيطرة النظام إن حصلت سوف تهدد أمن الكثيرين، خاصة المطلوبين للخدمة الإلزامية لدى النظام والسياسيين والنشطاء في المدينة، علما أنه لم يظهر أي تصريح رسمي من أي قيادي في البيادة حتى الآن.